بالعالي بهمه كل السوريين الشرفاء وبهمه ابطال طبعا جيشنا العربي السوري اللي نحن دائما متاكدين انه النصر قريب باكبر حله له، رغم كل يوم عن يوم عم نسمع ببشاير النصر عم بتهل. ان شاء الله يا رب قريبا هي الاحتفالات بتتم كل سوريا وبنرجع مثل ما كنا قبل من عام بالامن والسلام. اذا بدايه فقراتنا مشاهدينا مثل العاده ليوم الخميس هي فقره التغذيه. رح نحكي اليوم عن انه يمكن هذا الشهر هو مخصص لمرض سرطان الثدي. طبعا خصصت الصحة العالمية شهر تشرين الأول هو شهر للتوعية بهذا المرض، حيث تعم حملات متنوعة خلال هذا الشهر في بلدان العالم كافة من أجل العمل على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته وضرورة الإبكار في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته وسرطان الثدي. مشاهدينا من أكثر الأورام التي تصيب النساء على اختلاف أعمارهن. محورنا الأول اليوم حنحكي فيه بهذا الموضوع فيما يتعلق من حيث العلاج وأيضا طبيا كما نحكي عنه غذائيا. اسمحوا لنا نرحب معنا بالاستوديو الدكتور قصي العساف المختص بأمراض النساء وجراحتها. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. وكمان نرحب باختصاصية التغذية ديانا فلوح. صباح الخير هنادي، كيفكم؟ تمام، كيفك انتي؟ تمام. كمان هنادي بضيوفنا، اهلا وسهلا فيك ديانا، اشتقنا لك. يسعد صباحك، يسعد صباحك دكتور قصي، نورتونا، وان شاء الله يسعد صباح كل السيدات في العالم، وتحيه كثير خاصه لسيدات سوريا، وان شاء الله الله يبعد عنا هذا المرض الخطير والصامت. طبعا مشاهدينا انا رح تلقى كل اتصالاتكم او حتى تواصلكم معنا دائما عبر الواتساب او حتى على صفحتنا على الفيسبوك بالاسئله المتخصصه بهذا الموضوع، لانه دكتور موجود وديانا موجوده لحتى يساعدونا للوصول لمعلومات ونصائح بهذا الخصوص. رح اجي لعندك.